السبور الموسيقى الأخبار وزيزة فهم ثم معك التصويرة مش نحدث على موضوع ثاني يخص الجهة ويخص كذلك مسار العدالة الانتقالية بما أن هيئة الحقيقة والكرامة تعتزم فتح مكتب في جابس هذه الأيام وفي الموقع متاع الهيئة الحقيقة والكرامة أعلان انتداب لرئيس المكتب وكذلك بعض الموظفين وكذلك طلب عروض لمحل للكراء لهذا الغرض. حبينا نعرف إذن ما هو دور هذا المكتب الجهوي في جابس، ما هي الانتظارات اللي ممكن أن ينتظرها ربما الناس اللي عندهم علاقة بالعدالة الانتقالية. معنا على الخط الدكتور مصطفى البعزاوي اللي هو عضو هيئة الحقيقة والكرامة. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك على الاستضافة. ولن أود قبل من الرجال بالسلام، أنا مش دكتور. مرحبا بك. يعيشك. أنا عضو لكن بتحصل على المرحلة الثالثة في اختصاص المالية. مرحبا بك. اللي زي ما لكمل. يعيشك. بارك الله فيك. فالحسن هذا. إيه عاد. طبيعي جدا ان يعني سلامي لكل التوانسه، وبالمناسبه سلامي لاهلنا بالجنوب الكل. به اذا كان تعطينا فكره قبل كل شيء على ما هي ربما التاريخ اللي يمكن ان ننتظر فيه فتح هذا المكتب الجديد في جابس، ثم ما هي ما يمكن ان ننتظر من هذا المكتب، سيما وانه مسار العدالة الانتقاليه تو عنده قيد معها. والله هو الحقيقة عنده قيد المثل الكل كما قاعد تشوف، في جزء من البلاد وجزء من الواقع وجزء من التواريخ. احنا من المفروض عندنا في القانون بتاعنا القانون الداخلي الفصل 54 ينص على المهام بتاع المكاتب الجهوية لعدة ظروف مادية وعدة ظروف لوجستية. احنا مطلوب منا باش نكون قراب للضحايا وباش نتمكنهم من جمع اكثر عدد ممكن من الملفات نتاع الضحايا اللي هما يدخلوا تحت اطار قانون منظم العداله الانتقاليه. لحد الوقت الحاضر المركز الوحيد اللي عندنا الاساسي هو الاداره المركزيه في تونس، واللي وصلت تقريبا ملفات ربما تلالي 18,000 ملف من جميع معناتها مناطق الجمهوريه. توا وين تيسر لنا ان ندخل عمليا في فتح مكاتب جهويه اخرى بعد ما فتحنا مكاتب في قفصه، مكتب في سيدي بوزيد، في صفاقس، مكتب في الكسرين. وتوا باش نكملوا من هنا الى المفروض لنهايه 2015 باش نحلوا بقيه المكاتب في معناها ننتظر انه المكتب نتاع جابس ما يتجاوزش 2015 يكون مفتوح. احنا زي الكل مبرمج حسب الرزنامه الميزانيه فهذايا معناتها من بين 9 مكاتب اخرين باش نكملوا نحلوهم، ثمانية مكاتب اخرين باش نكملوا نحلوهم، هو مكتب جابس. ونمشيو احنا حسب التواجد الجغرافي للضحايا الموجودين، وزاد حسب النسب. لحد الوقت الحاضر احنا تقريبا جابس ما بين ملفات تهم النساء وملفات تهم الرجال تقريبا في حدود 1000 ملف. واحنا بتبيع كي نقولوا جابس هي تقريبا سيلو سونتر نتاع السويد. صحيح. دونك نقربوا على الاقل الواحد. الحاجه اللي ناكدوا عليها كما قلت لك هو فصل من فصول القانون الداخلي انه المكتب هو حلقه اتصال مع الضحيه. هو تقريبا الاشراف على ان يقبل ملفات ضحايا ويعاونهم في استكمال الوثائق اللي لازمها تكون يعني يضمها الملف بتاع اي ضحيه. ثانيا انه يعانى ربما على مستوى التاثير في مساله الاجابه المباشره على الاسئله اللي تدور في خلد برشا من الناس حول العداله الانتقاليه، كيفاش وواش وشنو من المجالات. ثم انه في مرحله اخرى هو انه مش نعملوا جلسات استماع للضحايا اللي لازم نسمعوهم، فهذاك باش يكون المقر القريب اقرب الاماكن الجغرافيه باش
نسمعوا الضحايا مباشرة، فهو يكون عليه أنه يرتب المسائل اللي تتطلبها مثلا الجلسات الاستماع هذه، وهو زاد حلقة الربط بيننا وبين المحيط السلطة الجهوية هذه فيما كل ما نحتاجه إلى آخره. باهي أستاذ، آخر أجل لقبول ملفات على المستوى الوطني هو تقريبا في ديسمبر القادم، لكن هذا أكيد ما ينطبقش على المكاتب الجهوية، هذا تدقيق مهم. احنا الأجل القانونية الأجل القانونية هي سنة من بداية نشاط الهيئة، أي وإحنا بدينا النشاط بتاعنا في ديسمبر 2014، الأجل هو تقريبا ديسمبر 2015، لكن عندنا إمكانية كبيرة أنه القانون يسمح لنا باش نمدوا الفترة بتاع القبول هذه بستة أشهر. فإحنا إذا كان عملية المسح قربنا للناس في الولايات هذه وما فماش إضافات كبيرة على مستوى الملفات، خاطر فما فرق ما بين دراسة الملفات وقبول الملفات. معناتها إذا كنت قبل الملف الدراسة ما عادش مربوطة بك الأجل هذاك. صحيح ولا في عهد الهيئة ويشد البصر نتاعو. إذا كان الأجل هذا نتاع ديسمبر والفتح المكاتب هذوما وراء اللي ربما ما فماش إضافة كبيرة تحصل من على عدد الملفات. فبش يكون هذاك هو الأجل النهائي حسب الولايات. إذا كان لا يظهر أنه فتح المكتب الجهوي هو معناتها باش يسهل على برشا من الناس أنه باش تدفع الملفات نتاعها ويكون فما عدد معناتها عنده قيمة نجم نكملوا من هنا لستة أشهر أخرى. معناها الناس اللي ما قدمتش ملفاتها الى حد الان، معناها هل انه الدات ليميت هذه معنيه بها ولا في جابس ولا معناها توا الناس سوديزون ثم ناس ما هي ما عندهاش الامكانيات باش تنقل العاصمه وتستنى في مكتب جابس، معناها نفترض جدا ان نتاخر فتح المكتب هذا الى ما بعد ديسمبر، هل انه يوفى عليهم الديلي والا يفتح؟ لا 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 عندنا حق قانوني باش يزيدوا 6 اشهر، لا فيش لا واضح، لا مثلا تاع قانون احنا مش بدينا نحلوا ونسكروا لا فادي يعني مش سيتي سوليسيون دو ديرنيير مينوت كاين جينا للصلاه لو حلينا المكتب بعد نقولوا هاي سكرنا لا ما مش هذا لا انا مش نحبوا نقربوا كما قلت لك الانتشار نتاعنا هو على حسب ما وصلنا من ملفات، فرحنا تو الملفات كل اللي بشكل مركزي عندنا دياجرام عندنا واحد يقول لنا نسبه انتشار الضحايا ذوما حسب الولايات، حبينا نقربوا للمراكز اللي هي تعكس حقيقه الواحد حتى توا مسافه القصرين وقفصه وسيدي بوزيد يرى على استيراد على ارقام الولايات هذه تتصدر معناتها ولايات الجمهوريه في دفع الملفات، فنقربوا للناس اللي اكثر تمثيليه في مساله الملفات. معناها بالنسبه لمكتب جابس باش يكون مكتب اقليمي، معناها يعني ربما الولايات الجنوب الشرقي الكل. شيء طبيعي مش نقربوا اقصى من نجمه من الوحده، هذا على هذا هذا يراه مساله نتاع قبول مش مساله دراسه، على خاطر في مساله الدراسه حتى المكاتب هذوما وين يبدا فما الرقعه الجغرافيه كبيره، خاطر انت تعرف التقسيم الترابي ماهوش هو بجوده نتاع مثلا يختلف حسب الولايه، مش نعززوا الوجود الفعلي للمكتب العنوان بوحدات متنقله يعني نمشيو يكون الوحدات هذه تمشي البلايص اللي هي ما تنجمش تنجم تكون في اطراف الولايه على مستوى جغرافي، فهمتني؟ باش نتصلوا بهم. باهي طيب بالنسبه لهذا المكتب باش يكون هل عنده دوره فقط يقبل الملفات ولا كذلك دوره دراسه الملفات ثم جلسات الاستماع؟ هو المرحله الاولى هي ما قبول الملفات. المرحله الثانيه هذاك يدخل في اطار سياسه الهيئه ككل. الملفات اللي لازم انه الاستماع نتاعها باش يكون غادي وهذا الكل باش مفروغ ويصبح مقر للاستماع، لكن مش دور المكتب باش يقوم به بل هو دور الهيئه. هو دور الهيئه باش تمكنهم من اطارات معناتها لازمه باش تستوفي جميع الاستماعات لجميع الملفات المدعاه لديها. معناها جلسات الاستماع مش معناها اكيد باش تكون في المكتب هذا. لانه ربما فما ناس استمعنا لهم ديجا هنا. ويكونوا هما تابعين للولايه هذيك. ما احنا واجبنا ان نستوفيوا جميع جلسات الاستماع اللي مربوطه بالملفات اللي تابعه الولايه هذيك. هذا واجبنا معناتها ما فيش حتى كلام.
باهي استاذ، هات نحكوا شويه في العموميات ونستثمروا لقائنا معاك، ونتحدثوا على مسار العداله الانتقاليه ونوصل اون بورسونتاج ونوصلنا بالضبط. احنا توا تقريبا كما قلت لك في حدود 18000 ملف. 18000 ايوه من جميع ولايات الجمهوريه. وليزيستيماسيون بعد ما تنتهي عام الكل عمليات الكل نتاع جمع الملفات معناها بما فيها اللي باش تكون في المكاتب الجهويه، قداش باش نوصلوا حسب توقعاتكم؟ والله هذا بحسب الدراسات اللي ربما تقدم فيها بعض جمعيات المجتمع المدني اللي كانت تشتغل قبل ما تتوجد الهيئه حول مساله الضحايا الفترة السابقة، الأرقام تتفاوت من رقم إلى رقم، لكن يبدو أنه يتجاوز يمكن 25000 ملف على مستوى الجمهورية التونسية. نقول الرقم هذا باحتراز كبير، هذا 25000 ملف. نعم احترازة. اي واضح واضح. لا هذا ما تقريبي معناه فقط، لازم يكون اكثر شويه، لازم يكون اقل شويه، لكن نحب نسالوا هل نسالوا معناها ال 25000 هذوما بليز اوموا 25000 مازال عندنا الوقت لدراستهم والاستماع الى كل الضحايا هذه ولا لا؟ شيء طبيعي جدا. احنا هنا فتحنا توا مكاتب نتاع استماع، وعندنا وتيره معناتها متصاعده في الاستماع للضحايا. عندنا في المركز هنا تقريبا فما يجي 12 مكتب، معدل تقريبا يكون 5-6 استماعات كل يوم، الاستماع المعدل نتاعه يبدو ساعتين مع كل ملف. وعملنا استراتيجيه من هنا لقدام باش نستوفيو هذا بقدره الله على حسب الاحتياطات وعلى حسب توسيع الاستماعات من هنا لقدام، يمكن باذن الله يمكن 2006. الو الو، يبدو انه انقطع الو. استاذ تسمع فيا؟ اي نسمع فيك. اي مرحبا بك. اذا هذا بالنسبه للزمن معناها هو كم هائل، اكيد 25000 معناها ملف يحب له برشا وقت وبرشا برشا تعب. نسالك على قضيه التحكيم، خرجتوا بلاغ على معناها ملفات التحكيم، ونعرفوا اللي وقع بالنسبه لي معناها الحديث عن قانون المصالحه اللي اقترحته رئاسه الجمهوريه، وهل انه معناها هيئه الحقيقه والكرامه لقت سبيل حقيقي وفاعل من اجل ربما حل مشكلة المشاكل هذه عن طريق التحكيم؟ احنا راهو المشكله ساعات انه المعلومه مش متقاسمه عند الناس الكل كيف كيف. احنا القانون نعاودوا نقولوا ابجديات القانون. مساله التحكيم هي لجنه موجوده في قانون هيئه في قانون العداله الانتقاليه. والقانون هذا موجود من 2013 قبل ما تتوجد الهيئه اصلا. دونك اذا كان دخلت حسابات اخرى ولا خلفيات اخرى هذه مثلا ما تعني الناس اساسا. لجنه التحكيم هي تحكيم في العالم الكل، هو يكون واحد بين زوز اطراف متنازعين. التحكيم هو قضاء موازي للقضاء الرسمي اللي يخضع للتراتيب ويخضع للقوانين ويخضع معناتها الاجراءات ويخضع لدرجات زاد انت تقاضي. كي واحد يمشي للقضاء العادي عنده المحكمة النهاية، عنده المحكمة الابتدائية، عنده محكمة الاستئناف، وعنده محكمة التعقيب. الأسلوب هذا يستهلك وقتا بالضرورة. صحيح. وجد أسلوب للتقاضي اسمه التحكيم، واحنا موجود مثل العربي معروف، عربي شهير يقول لك رضي الخصمان ولم يرضى القاضي. التحكيم هو أنه الناس الكل الخصمان يرضاه على الصيغة. والقاضي هو باش يكون شاهد لإحقاق الحق بينهما لا أكثر ولا أقل. فالتحكيم على صورته اللي موجوده في لجنه التحكيم والمصالحه داخل هيئه الحق والكرامه هو باش يكون ما بين زوز اطراف يتفقون على صيغه يوافق عليها طرف ثالث لتأصيلها. ما يعملوش اتفاق تحت حيط، باش يعملوا اتفاق بوجود طرف ثالث اللي هو يشهد على عداله التحكيم وعداله الصيغة اللي خرجوا بها. التحكيم في مسألة القانون العدالة الانتقالية عنده زوز أوجه، فما تحكيم ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء، وفما تحكيم يتعلق بمسائل الفساد المالي والاستيلاء على الأموال العمومية والاعتداء على الرشوة وإلى آخره. فالتحكيم هنا ما عندوش تبعات جزائية. التحكيم
ما يهزش للسجن، ما يهزش ويزيد يوقف المسار القضائي ويوفر مادام الزوج متفقين مش يوقف، هو ما يمشيش اصلا المسار القضائي. حتى في مساله الفساد المالي ما يمشيش المسار القضائي، في مساله الفساد المالي هنالك، واللي عنده قضايا جاريه، اللي عنده قضايا جاريه، اللي عنده قضايا جاريه وطرد الدوله باش تمشي حسب القانون تاع العداله الانتقاليه التحكيم كيف كيف يقف ما دام الدوله هي المتفرعه راضيه معناها. هنالك معناتها شقين، شق يتعلق بالفساد المالي اللي الدوله تكون حسب القانون تاع العداله تكون وجوبا طرفا فيه بما انها متفرعه، ويصحوا الزوز اتفاقيه التحكيم تحت انظار هيئه الحق والكرامه التي تتثبت من المعلومات قصصها المقدمه من عند الدوله ولا المقدمه من عند الذي نسب اليه مساله الفساد المالي، ويتفقوا على صيغه ترضي الاثنين. هيئه الحق والكرامه عبر لجنه التحكيم مش توافق على الاتفاق اللي ما بيناتهم، ثم هذا مش بتخفرات صيغه حكم من التحكيم يطلع للرئيس الاول لمحكمه الاستئناف باش يمضي عليه على اساس انه يولي عنده الصبغه التنفيذيه وملزم للاطراف الزوج. المسار الاتفاقي هذا دخلت عليها الكثير معناتها من الخلفيات والواحد وتشوش حتى ولا كانه مصاري هدد رؤوس الاموال والاستثمار والاقتصاد، وهو ما عندوش علاقه بتاتا بالمساله هذه. الى نهايه شهر اكتوبر عندكم 783 ملف حسب الواحد الملفات كلها فيما يتعلق بالانتهاكات، خاطر الانتهاكات الجسيمه على حكم الانسان شو يجي واحد يتهم شخص يقول هذا وقع معناتها اعتدى علي ولا عذبني ولا عمل لي ولا دار لي ولا الى اخره. قانون هيئه الحق والكرامه الدوله ملزمه باحداث دوائر قضائيه مختصه للنظر فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمه. فما ناس يقول لك لا يا خويا انا ما نسامحه ما حاسيش به، انا حاجتي باش تستعرفوا لي اللي انا وقع الاعتداء عليا وقع معناتها بشكل غير قانوني وانا ما حاجتيش بمتابعته. فهمتني؟ هنالك صيغه للتحكيم بين الاطراف ومعناتها على ان يقر من نسب اليه هذا الانتهاك ويعترف توقف المساله غادي. باهي استاذ مصطفى، اربع سنوات معناها مر منها ما مر الان، هل هي كافيه لدراسه كل هذه الملفات ولا احنا والهيئه مضطره الى التمديد؟ والله هو المسائل كلها هي فصول قانونيه. معناتها توا حتى التمديد نتاعنا احنا وجودنا اربع سنوات، لكن زاد طرقوا حيزا معناتها من الوقت ربما لضغط الملفات وربما المحيط المضطرب اللي نشوف فيه وربما الى الكثير من العوام تركوا، قالوا راهو مجلس نواب الشعب ينجم يمدد في اجال عمل الهيئه سنه اخرى حتى تولي خمس سنوات. احنا بقدره الله لو نستوفي دراسه كل الملفات من هنا ل 2016 ربما ما نكونوش بحاجه الى ان نمدوا في المده هذه، على خاطر احنا في الاخر عندنا عمل اخر اللي برشا من الناس ما تعرفوش هو التقريب الختامي لكل اعمالنا، صور انت اعمالنا الكل نتاع الاربع سنوات ونتاع 20 ولا 25 الف ملف ونتاع سته لجان موجوده، لجنه التحكيم والمصالحه، لجنه الفحص الوظيفي واصلاح المؤسسات، لجنه جبر الضرر ورد الاعتبار، لجنه حفظ الذاكره، لجنه المراه، هذوما الكل لازم يكونوا موجودين في تقرير، والتقرير الختامي هذا مش يتحط معناتها وجوبا في مجلس نواب الشعب، ونسخه منه عند السيد رئيس الحكومه، نسخه منه عند رئيس الجمهوريه، وسينشر بالرائد الرسمي. دونك التقرير زاد جزء كبير من عمل الهيئه، سيستهلك تقريبا طاقاتها الكل باش تجمعك المعلومات وباش تردها وثيقه رسميه ستدخل اكيد في تاريخ التجربه التونسيه في التحول الديمقراطي. باهي استاذ، جلسات الاستماع بالله اذا كان تعطينا عليها فكره، هل انه اللي وقع فيها الى حد ما اكيد عندكم انطباع على اللي وقع الى حد الان ومعلومات معناها، هل انه المسار عادي يقبل كل شيء؟ ثم نتسائلوا فما تجارب مقارنه لجلسات استماع تخرج للعلن وتبث في الاذاعات في التلفاز، هل سنرى ذلك في تونس والا ستبقى هذه الجلسات ربما سريه؟ هي بشكل منطقي جلسات الاستماع هذه هي كما البحث الابتدائي، مش بحث قلت بارونتيز خاطر احنا ما نبحثوش، احنا عندنا استماره حطينا فيها تقريب لجميع انواع الاشكال والانتهاكات اللي ربما تتوجد
استفادة حتى من تجارب أخرى. وكل معناتها صحية يجي تنجم تقول هي ستين ثيرابية راهو. ربما صناديق أول مرة تفتح. صناديق نتاع المعاناة نتاع الضحايا أول مرة تفتح بالشكل هذا. وهي جلسات استماع سرية لحد الوقت الحاضر. ما عملنا حتى جلسات استماع علنية. هي جلسات سرية باش الإنسان يحكي حكايته. يحكي معاناته، يحكي تجربته، يحكي الآثار اللي خلفتها الاعتداءات هذه، يحكي فما ناس خسرت أعمارها، فما ناس خسرت أولادها، فما ناس خسرت مستقبلها، فما ناس خسرت نساها، فما ناس خسرت معناتها تجاراتها، مصالحها، حصلوا هذا الكل. الحقيقة راهو المعاناة ما تنجمش تفرق ما بيناتها، كيما الواحد يتمس شوية يتمس برشا، لكن كلها تركت آثار عميقة في معناتها نفوس الضحايا. ثم أنه زاد احنا ما تنساش اللي احنا هيئه مستقله، فلازم ندقوا في المعلومات هذه وندقوا في الاحالات التاريخيه نتاعها، صحيحه غلطه، معناتها شنو مدى صحتها، شنو مدى خاطر المعاناه كي تتحكى من جانب واحد. باهي استاذ مصطفى، للاسف الوقت يداهمنا شويه، مازال عندي زوج سؤالات. السؤال الاول، هل انه باش تبرمجوا لقاء مكاشفه بين الجاني والضحيه كما في بعض التجارب المقارنه؟ هذا هو موضوع الجلسات العلنية واللي هذا بدينا نحضروا فيه ربما عند الهيئة برنامج، أنه فما شروط لازم توفر اللي هي موافقة الطرفين. أيوة. وفما اعتبار آخر هو زاد مسألة الحماية يجب أن تتوفر الناس هذوما. فما السياق لازم يتوفر، فما زاد أمثلة معبرة نجم تعبر على مجموعة كبيرة من نوع وحيد للانتهاكات. ما فيش فائدة باش الواحد يعاود نفس الواحد، هذا كل لازمه تقنيات ولازمه ناس مختصة لإفراز، نعطيه نماذج وشواهد على الشيء اللي صار في الفترة السابقة. وربما مش تكون أول تجربة الحقيقة في المجال هذا، وإن شاء الله تؤدي دورها التربوي والتعليمي وتؤدي دورها اللي نستفادوا منه باش نمشيو نبنيو المستقبل، خاطر اسمها هي عداله انتقاليه. عداله انتقاليه معناتها باش ننتقلوا من نقطه واحد للنقطه اثنين. ان شاء الله بقدره ربي يبدا مشروع الانتقال هذا ان شاء الله. سلامات على كل حال. سؤال اخير، ملف زميلكم بين ظفرين زهير مخلوف ونوصل. يظل عاد الناس الكل تعرف اللي ملف الزميل زهير مخلوف هو في القضاء، لانه قدم تقاضى معناتها تشكي الى المحكمه الاداريه، واحنا نعالجوا في المساله كمؤسسه لا اكثر ولا اقل. نعم. شكرا لك اذا على كل هذه الافادات الاستاذ مصطفى البعزاوي عضو هيئه الحقيقه والكرامه، تحدثنا معه عن مكتب جابس المرتقب وكذلك على مسار العداله الانتقاليه. سبور، الموسيقى، الاخبار. وزفن سمعك التصويره.